طيب احنا هذه طبعا مقدمه الفيرست اوردر لوجيك، شرحنا ايش هو البريديكيت، شرحنا ايش هم الكوانتيفايرز الفور اول ذير اكزيست، اخذنا كيف نعمل فورماليزيشن وفيربلايزيشن للوجيكال ستيتمنتس بالفيرست اوردر لوجيك. هلا بدنا ناخذ سمبل اكزامبل بنسموه تارسكي وول. في عنا لو تخيلنا هذا مثال، لو تخيلنا انه في عنا هذه المصفوفة وفيها مثلثات ودوائر ومربعات ولها اسماء والى اخره. خلينا نفحص شو مثلا هذول الجمل بعينين وهل هم تو اور فورس. هاي الجملة بتقول for all t such that t is if t is triangle then t is blue. يعني في يوجد مثلث لونه أزرق، أو يوجد مثلثات، هاي المثلثات كل هاي المثلثات لونها أزرق. يعني معنى آخر كنت أنا برضو بقدر أكتب الجملة نفسها for all t اللي متعودين على صيغة ثانية ممكن تنتمي إلى إيش triangle such that blue t بدون ال if then، بس هي هنا بهذا السياق تيجي نفس المعنى. فأنا يعني بمعنى آخر كل المثلثات لونهم أزرق، صحيح؟ هل في مثلث لونه مش أزرق؟ كل المثلثات فعلا لونهم أزرق. طيب الجملة الثانية بتقول إنه كل إشي أزرق بيكون تريانجل، يعني كل شيء أزرق بيكون مثلث، صحيح؟ الجواب لا، لأنه في عندنا إي وإي مالها لونها مش أزرق. طيب لو أخذنا هذه الجملة بتقول there exist y such that y is a square، يعني there exist a square، وبيكون هذا سكوير بيكون دي على يمين at the right of y. يعني هاي اول شيء خلينا نبسط الجمله، اذا بدكم هاي برضه بتقدر تحطوها هيك، بنقدر نحطها هيك، هي بنفس المعنى. يعني يوجد مربع دي على يمين y، دي على يمين y، وين دي اول شيء؟ دي هاي دي. هلا يوجد مربع، يعني هاي دي طبعا، وين اللي على يمينه؟ اللي على يمين دي من هاي الناحيه، من هاي الناحيه. هل في مربع من هاي الناحيه على يمين دي؟ في مربع. طيب سوري انا بجوز خربشت، خلينا نرد نعيد. دي يعني نقول نقراها دي at the right of y، يعني y في على شماله دي، مظبوط هاي الناحية. فهي هلا في كمان there exist a square z، يعني في سكوير في مربع، وهذا المربع جري، في مربع جري، في مربع جري هون؟ لا ما بيكون، ما فيش. هذا مثال مشهور اسمه عن واحد اسمه تارسكي عن لفهم بس معاني الجمل اللي بتنكتب بالفيرست اوردر.